ننتقل بعد هذا إلى رسالة لأحد الإخوة يقول في سؤاله: هل يجوز أن نقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن على الميت وما تفسير قول الحق تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين؟ لا تقرأ الفاتحة على الميت ولا يقرأ غيرها من القرآن، لأن هذا من البدع. ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه أو في القرون المفضلة كانوا يقرؤون القرآن على الجنائز، لا بعد الموت ولا عند الدفن ولا على القبر، كل هذا من البدع المحدثة. قد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. وإنما الذي يشرع في حق الميت الصلاة عليه، صلاة على جنازته أو الصلاة على قبره إذا فاتت الصلاة على جنازته، والدعاء له والاستغفار له والقيام على قبره بعد دفنه الاستغفار والترحم عليه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ثبته، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. هذا هو الذي ينفع الميت، أما شرعه الله ورسوله هو الذي ينفع الأحياء والأموات، أما ما لم يشرعه الله ولا رسوله فإنه يضر الأحياء ولا ينفع الأموات. نعم.